بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه عبد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمته وحتى يرضى وإذا رضي وما بعد رضا. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته وصحبه وأزواجه والتابعين ومن تبع سنته بإحسان إلى يوم الدين ونحن معهم أما ثم بعد. أهلا بحضرتكم في محاضرة جدا من محاضرات تبسيط العلوم. بنتكلم النهاردة على أحد الطحالب البنية ديكتيوتا، وتحديدا محددين ديكتيوتا دايكوتوما، لكن هو الجنس الجينس ديكتيوتا اللايف سايكل او دوره حياته. مع حضراتكم علاء السعيد استاذ دكتور علم الطحالب بجامعه اسكندريه ومعار حاليا الى جامعه القصيم. قبل ما يبدا في الشرح، في مفهوم لازم نحب نتكلم فيه عشان يبقى واضح لينا واحنا في دوره الحياه او في اللايف سايكل، ما نقفش كتير نفسر الكلام اللي موجود. بسم الله الرحمن الرحيم. فبنتكلم على ان الطحالب بيبقى ليها شكلين. بيبقى فيه النبات المشيجي، بسم الله، النبات المشيجي اللي هو الجاميتوفايت، وده بيكون ام يعني احادي المجموعه الصبغيه، بيكون بيتبادل مع النبات الجرثومي او سبوروفايت، وده بيكون 2 ام. عمليه التبادل ما بين النباتين دول بنطلق عليها اللي هي ظاهره تبادل او تعاقب الاجيال. هنلاقي النبات الجرثومي بيروح يكون النبات المشيجي، ونفس الشيء هنا، بس هنا هعمل كده. اللي يعرف ليه يبقى ممتاز، اهو بالشكل ده كده، اهو هنا عملت سهم واحد لكن هنا عملت سهمين التقوا بالشكل ده كده. ليه؟ النبات المشيجي هيكون هنا في المنطقة دي هيكون أمشاج مذكرة ومؤنثة، دي بتعمل اتحاد أمشاج، اللي هو هنا هيكون الخطوة دي، هنا هيبقى التكاثر الجنسي اللي هو بيتم عن طريق اتحاد الأمشاج المذكر والمشيجي المؤنث عشان يكون لمين؟ النبات الجرثومي، لأن النبات المشيجي ده هو النبات الجنسي، هو ده اللي بيكون وحدة الإيه؟ التكاثر الجنسية اللي هي الأمشاج. هيعمل إيه هنا في الخطوة دي؟ هيكون جراثيم، إن هي هتنبت على طول. وعشان كده لازم بيحصل في الخطوه دي هنا ما بين هنا لهنا بيحصل انقسام اختزالي. يبقى دوره الحياه عندنا بتتحرك من هنا من النبات ده. هل لازم كل الطحالب يبقى النباتين اللي موجودين فيها دول كده؟ لا، ممكن كل طور من دول او كل خطوه من دي، يعني ممكن هنا الطول المشيجي كله عباره عن امشاج بس، ممكن يبقى الطول الجرثومي هو السائد، ممكن يبقى الطول المشيجي هو السائد، وده زي ما هنشوف دلوقتي دورة الحياة دي هتبقى واضحة بالنسبة لنا جدا. نشوف مع بعض هنا دورة الحياة هنلاقي ايه؟ هنلاقي ان دورة الحياة هنا اهو هنبدأ بايه؟ هنبدأ اولا بالشكل المورفولوجي. هنلاقي ان الطحلب نفسه زي ما احنا شايفين كده الاطراف بتاعته، لو انا كبرتها قوي اهو الاطراف بتاعته اهو قمتين، وعشان كده بيمشي ثنائي التفرع. ثنائي التفرع هلاقي عند كل نقطة تفرع، النقطة اهي فرع يمين فرع يسار، عند نقطة التفرع دي فرع يمين وفرع يسار، هنا فرع يمين فرع يسار، وهكذا لأنه ثنائي التفرع. ده بيبقى واضح في القمة أهي، قمة الطحلب بالشكل ده بتكون الخلية اللي هنا بتنقسم لاتنين، هنلاقي إيه؟ خليتين مش خلية واحدة، الخلية دي هيبقى في خلية هنا، هتطلع فرع الناحية دي وفرع الناحية دي، نفس الشيء هنا، فرع هنا وفرع هنا، وعشان كده بيطلع الطحلب إيه؟ ثنائي التفرع. طيب لو خدنا قطاع فيه بنلاقي ان الطحلب ده بيتكون من ثلاث طبقات زي ما احنا شايفين. طبعا هنا ده على اللو باور، لو انا جيت كبرت ثلاث طبقات، هما فين؟ ادي طبقه، ادي الثانيه، وادي الطبقه اللي في النص اهي، ثلاث طبقات. يبقى واضح هنا في التكبير بتاعنا اهو، ادي طبقه اهي وادي طبقه اهي، ودي الطبقه اللي في النص اهي كبيره عامله زي المظله كده، طبقه من البارينكيما. هنلاحظ طبعا ان طبقه الابيدرمس اللي بره اللي بتحيط بالطحلب كله دي هي فيها الكروماتوفورز او فيها الاصباغ المسؤوله عن عمليه الايه؟ البناء الضوئي اللي بيقوم به الطحلب لانه ذات التغذيه، شيء بديهي طبعا. طيب لو جينا انتقلنا لجزء اخر هنلاقي بقى ايه؟ النبات ده فيه نبات مشيجي وفي نبات جرثومي، احنا قلنا ظاهره تبادل الاجيال يعني وجود طورين يعني شكلين، يعني الطحلب ليش لما انزل اجمعه في البحر كده ليه شكلين، مره يكون جاميتوفايت نبات مشيجي ومره يكون نبات جرثومي حسب دوره الحياه يعني. طيب هنلاقي هنا النبات المشيجي المؤنث اهو والنبات المشيجي المذكر الاثنين من حيث المورفولوجي مفيش فرق بينهم خالص.
شبه بعض. شبه بعض هعرفهم منين؟ من التركيبات اللي عليهم. طب ده بالنسبه للنبات المشيجي. طب والنبات الجرثومي اهو زيهم بالظبط. يبقى انا عندي الطول الجرثومي، نبات الجرثومي ده شكله اهو، والنبات المشيجي سواء مذكر او مؤنث نفس الشكل، وعشان كده بقول ان الطورين هنا متماثلين، متماثل الاطوار. طيب التركيب المؤنث اهو، لو انا جيت كبرت شويه اهو، خدت جزء من هنا، لو انتوا هتلاحظوا في نقط صغيره كده، بثور غامقه اللي هي دي اهي، هذه البثور الغامقه دي بتكون تركيبات اللي هو الفيميل ستراكشر او التركيب المؤنث اللي هي الاوجونيا، تمام، اللي او الجاميتانجا او الاوجونيا اللي موجوده هنا. لو كبرنا اكتر شويه دي واحده هي عباره عن صورس بثره او تجمع من مين؟ من الاوجونيا. كل واحده من دول اوجونيا، كل واحده من الكور دي اهي. طبعا ده في منظر سطحي، وهنشوف دلوقتي في المنظر الجانبي. طب بالنسبه للمشيج المذكر، للنبات المشيج المذكر اهو نفس الشيء، هنلاقي البثور الموجوده هنا اهي، دي الثورس او التجمعات بتاعه البثور بتاعه الانثريجيا، التركيب المذكر. لو كبرنا شويه ادي التركيب المذكر. طيب وبالنسبه للنبات الجرثومي نفس الشيء، هنلاقي في نقط هنا، الله زيهم بالظبط، ايوه، بس هنا التركيب بقى هنا سبورانجيا، ده عباره عن وتحديدا بنسميها تترا سبورانجيا. تترا يعني رباعي. ليه بنقول رباعي؟ هنعرف، لان لما بتنقسم ويحصل فيها انقسام ميوزي او ابتزالي، فبتكون لي زي ما حضراتكم شايفين كده، بتتقسم الى اربع اجزاء، كل جزء منهم هيدي تترا سبور اهو بالشكل ده اهو، بتنقسم الى اربعه عشان تديني التترا سبور زي ما هنشوف في دوره الحياه. طيب لو شفنا التركيبات بقى اكتر شويه، ده تركيب الانفريدا، وادي المنظر السطحي، وده المنظر الجانبي زي ما هنشوف، وادي تحت المجهر اهو، الشريحه تحت المجهر، دول صبغتين مختلفين، صبغتين مختلفتين. اللي بيحصل ايه؟ فين الثلاث طبقات هنا؟ ادي الثلاث طبقات، ادي الطبقه الاولانيه، وادي الطبقه اللي تحت، وادي الطبقه الوسطانيه بالشكل ده كده. طيب وايه اللي موجود هنا؟ ده الانثريدا اهي، كل واحده من دي انثريدا. لو انا كبرت اهي اللي انا برسمها دي، ادي الانثريدا اهي، ودول موجودين جنب بعض بالشكل ده كده، ادي الانثريدا اهي، سواء من السطح العلوي او السطح السفلي نفس الشيء باين هنا. ده تركيب المذكر. التركيب المؤنث بقى دي اللي هي الاوجونات، كل واحده منهم ادي اوجونه اهي بالشكل ده اللي احنا شايفينها اهي، ده منظر سطحي اهو. وهنا لو انا خدت واحده من دول، لو انا واحده من دول كده وقطعتها من الجنب، هتبان زي الشكل اللي احنا اهو، ده منظر جانبي اللي هو هيبان بالمنظر ده. الثلاث طبقات اهم بتوع الطحلب، وادي الجزء البثره او التجمع بتاع الاوجونات. اللي بيحصل ايه؟ التركيب المؤنث اهو، ده القطاع بتاعه الرسم بتاعه بالشكل ده، وده التركيب المذكر، ده هيكون امشاج مذكره، ده امشاج مؤنثه، هيتحدوا مع بعض في التكاثر الجنسي، والتكاثر الجنسي هنا نوعه ايه؟ هنعرف في دوره الحياه، فبيكون لي النبات المشيجي الجرثومي الصغير اللي بينمو عشان يدي نبات جرثومي كبير. يبتدي يكون، يحصل فيه انقسام ميوزي او ابتزالي عشان يكون لي الحوافز الجرثوميه الرباعيه اللي هي بتنطلق عشان ترجع تديني نبات ايه؟ مشيجيه تاني. في النبات الجرثومي عشان يبين لي التترس برانجيا او الحوافز الجرثوميه الرباعيه. طب نروح نشوف بقى دوره الحياه بتاعتنا هيبقى شكلها ايه؟ اهو. نشوف مع بعض هنبداها ازاي؟ هنبدا بالنبات المشيجي المذكر والمؤنث اهو. النبات المشيجي المذكر ادي النبات المشيجي المذكر المؤنث، الاثنين شبه بعض، مش هقدر افرق ما بينهم غير تحت المجهر. هلاقي ان البثور اللي هنا غير اللي هنا، مختلفه شويه، دي افتح شويه وده القطاع بتاعها. يبقى النبات هنا هيكون ايه؟ هيكون عن طريق الانقسام الميتوزي العادي، مش ميوزي، لان ده ان وحاجه مجموعه صغيره، هيكون لي الميل سيكشوال ستراكشر اللي هو الانثريدات، وهنا هيكون لي الفيميل سيكشوال ستراكشر هو التركيب المؤنث اللي هو الاوجونات. ده القطاع تحت المجهر بالشكل ده، ادي الانثريدات هنا، التجمعات دي سواء في السطح العلوي او السفلي زي ما احنا قلنا شرحنا، وادي الاوجونيا بالشكل ده كده. طيب بالنسبه للانثريدي هتدي الانثريزويد او السبحات الذكريه او السبرم، ايا كانت التسميه بتاعتها، فيها صوت واحد بس اللي بتعوم بيه يعني متحركه، وادي الايج البويضه بتكون داخل الاوجونيا وبرده بتكون ان، يبقى هنا ان وان. بيحصل عمليه بولينيشن. بولينيشن يعني انتقال المشيج المذكر اللي هو اسمه انثريزويد او السبيحه الذكريه، ينتقل الى الايج اللي هي المشيج المؤنث، تمام؟ هنا ده لسه ما اتحدوش، ده مجرد بس انتقال، دي عمليه البولينيشن او التلقيح، ادي ان ان. لما يحصل اتحاد ما بين النواه اللي هنا مع النواه اللي هنا، نواه المشيج المذكر الانثريزويد مع النواه البويضه، يحصل فيرتلايزيشن او اخصاب، بيكون للزايجوت او الجنين او اللقحه، اثنين ان. ده بيحصل لها جيرمينيشن،
تبتدي تنوت لي انت تكون لي نبات جرثومي صغير او نبات بوهي جرثومي او بوهي هي يحصل له جروث او نمو عشان يديني الماتيور سبوروفايت 2 ان. هنا بقى بيبتدي يحصل في الخلايا بتاعت السبوروفايت او النبات الجرثومي يحصل فيها مايوزس او اختزال انقسام اختزالي عشان تكون لي على السطح العلوي او السفلي حوافظ جرثوميه رباعيه اللي هي سبوروفايت كارينج تترا سبوروفايت. يعني التركيب ده في ال2 ان وال ان الاثنين ان اللي هو النبات نفسه اللي هو نبات جرثومي اما ال ان دي اللي هي التترا سبورانجيا او الحوافظ الجرثوميه الرباعيه. يحصل ديتشارج او انطلاق للتترا سبورز الحوافظ بتاسف الجراثيم الرباعيه جزء منهم نصهم هيروح يدي نبات نشيجي مؤنث والنص الثاني هيدي نبات نشيجي مذكر في عمليه الانبات والنمو. طيب هنلاحظ ان دوره الحيه هنا بتتقسم اثنين، كل ما هو ان ده عباره عن الجاميتوفيتيك جينيريشن او الجاميتوفايت جينيريشن اللي هو النبات ده نبات نشيجي وده الطور مش في النبات النشيجي المؤنث والمذكر خلاص وده الطور النشيجي اللي هو ان. اما الجزء كل ما هو 2 ان ده عباره عن الطور الجرثومي 2 ان ودي دوره حياه الايه الديكتيوتا. نشوفها بشكل مبسط اكتر شويه اهو بالشكل ده كده باختصار شديد يعني خلاص. ادي اللي بيحصل ايه اللي بيحصل. طبعا هنا في نبات تاني نبات نشيجي مذكر ونبات نشيجي مؤنث. النبات المذكر بيدي الانثريدات، النبات المؤنث بيدي الاوغونات. ادي السبرم او الانثريزويد بيحصل عمليه التلقيح او البولينيشن، دي الايج طبعا ودي الانثريزويد، وبعدين بيحصل فيوجن او فيرتيليزيشن اخصاب عشان يديني الجنين، وبعدين يديني النبات السبوروفايت او الجرثومي. النبات الجرثومي يحصل فيه انقسام مايوزي او اختزالي بيكون التترا سبوروفايت التترا سبورانجيا حوافظ الجرثوميه الرباعيه اللي هي بتطلع التترا سبورز عشان تدي النبات المشيجي المذكر والمؤنث مره ثانيه. دي مترجمه من كتاب اللي هو الفايكولوجي لي ده اشهر كتاب، واعتقد يمكن تكون الطبعه الاخيره اللي هو الطبعه الرابعه النسخه الرابعه. بكده بنكون احنا قلنا او شرحنا دوره الحياه نبات الديكتيوتا. ان كنت وفقت فمن الله، وان كنت نسيت او اخطات في شيء فمن نفسي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من الصالحين يا رب. اللهم لا تجعل في عملنا هذا رياء ولا سمعة ولا نفاق. آمين آمين آمين. وإلى أن نلتقي في محاضرة قادمة إن شاء الله. أترككم في رعاية الله وأمان، والسلام عليكم.